أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. تستمر معنويات المخاطرة في الصعود على الرغم من تداول الذهب مرتفعا فوق مستوى الـ 1750 دولارا. تم شراء زوج يورو أمام الدولار الأمريكي، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من اختراق خط الاتجاه العلوي لنمط الوتد الهابط. كسر زوج الدولار الأمريكي أمام النين الياباني أخيرا فوق مستوى المقاومة القوي السابق عند مستوى 107.5 نقاط. تحول زوج جنيه بريطاني أمام الدولار الأمريكي إلى الاتجاه الهبوطي بالقرب من قمة قناته السعرية، ويبدو أنه سيهبط لهبوط أقوى إذا اخترق دون مستوى 1450. شكرا لكم، سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق.